السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. مشاهدينا ونحن نتجول في قرى ومناطق بني حماد المختلفة، لفت نظرنا وجود محل يعني صغير متواضع في الريف للأخت، يعني وهي كما قيل لنا بأنها تعمل أو أخذت دورة في مجال المشغولات اليدوية وقامت بتطبيق ما أخذته، والآن يعني تسوق لمنتجاتها. أسلوب حلو وجميل، لكن نتعرف على الأشياء اللي تعملها أكثر من نتعرف عليك. إنا ليلى قاسم محمد حميد. طيب أختي ليلى، أنت من ضمن 50 البنت اللي تدربوا في المشغولات اليدوية. أيوة. طيب تدربتم على إيش؟ دربنا على البخور والعطور ولبن العصفور والزبد مخمرية كمان. طيب وبالنسبة للمشغولات اليدوية هذه؟ المشغولات اليدوية هذه أخذنا بهن دورة. كمان دورة؟ أيوة. طيب لو نعرض الكاميرا بس الأشياء اللي تعمليها، زي مثلا كده التيجان هذه، يعني عدة أشكال، هذه مثلا شكل وهذا شكل وهذا شكل، وإيش سموه هذه؟ هذه فراتك. الفراتك وهذه؟ الأطفال كمان قباضات. لو تعرضهم بس كده على الكاميرا. طيب وبالنسبة للمشغولات العطور البخور، إيش اللي تعمليه؟ نعمل البخور، وفي كمان عطر الرشة والفحصة هذه، وفي مخمرية. طيب وبالنسبة للخياطة، أنا يعني كمان ألاحظ أنه في أشغال يدوية. أشغال أيوة، خياطة. هذا خياطة اليد يعني. هذا برضو أنت تعمليها. أيوة. طيب وكيف تشوفي يعني إقبال الناس في القرية هنا؟ الحمد لله، رغم إنه يعني الحالة ما تسمحش، بس الحمد لله ما ماشي الحال. طيب ما فكرتش إنك تخرجي على نطاق القرية؟ مثلا يعني تشتغل مجموعة منتجات تروح تسوقيها المراكز القريبة، مثلا السمسرة، المركز، المناطق، في كذا كذا، فراتك، عطور، بخور، زبادة، الحمد لله وماشي الحال. ماشي الحال. ايوه، في عدة محلات. شكرا لك، يعني حبينا نحن نعرض لكم كنموذج لكفاح المرأة اليمنية، يعني خاصة في الريف، يعني لم تقف عند حدود معينة، لكنها تجاوزت كل العقبات والصعوبات. شكرا لك ليلى، وشكرا أيضا لكل الفتيات اللي هم أمثالك.